بل المقاهي الشيشه في هذه الايامات هذه في طنجه بالضبط اللي ولاو كيروجوا فيها شويه ديال الحبوب والاقراص المهلوسه ياك ليكستاز وداكشي ولا تخلطات شويه الدعوه ولا بنادم باش يمشي يجلس في قهوه شيشه غايت شي هكا تيبقاش عنده اقتناع بالشيشه بوحده خصو فهمتي تهلوس عادي يدخل يضرب الشيشه باش يقول لك يساعدها شي اللي كاين تقريبا في وهي ولات تلعب بواحد الشكل اللي سلبي شويه فهمتي في المجتمع ولات سلبيه ما بقاتش ايجابيه ما بقاش بنادم شويه كيدخل نقيقي هكا تخلطات الامور ما كان اي شي العواوله ولا الشباب يمشيو للشيشه ما كنظن ما فيها حتى شي ربح كنظن ما فيها شي حتى شي نفع من احسن يديوها في قرايتهم يديوها في شغلهم احسن يكون احسن يعني داك الشيء كيجبي اضرار نفسيه واضرار صحيه وكثير من الاضرار الامور هما اللي ولا هما خصهم يكونوا في الصداره باش يقدروا يوعوا اولادهم ويكون حملات تحسيسيه في المدارس لحقاش التلامذ والطلبه هما اللي اكثر اللي كيتعاطون هاد الشيشه هادي بزاف لذلك يكونوا حملات توعويه من الاباء في البيوت ديالهم وثانيا خصهم يكونوا في مدارس وعادي يكون هاد الشيء هاد الحملات اللي كيعملوا الشرطه في المقاهي والى ما ذلك تبع مقاهي الشيشه في طنجه كيأثر على الشباب بزاف هكا كتدخل تما كتجبر كيسمع الحبوب اكسترا يعني حتى الناس كيتعاطوا عندك المخدرات فهمتي مابقاوش شي الولاد يعني تدخل لقهوة الشيشة ضروري خصك تعدل خصك هذا ما كان آخر أنا نفسي كطالبة كنظن بأن موضوع ديال الشيشة هو يعني واحد يعني مروج في المدارس خاصة حيت ماكسيمو ديال يعني اللي كيمشيو تما الطلبة وديال الليسي وديال الكوليج هذا كيسبب لهم أضرار بزاف وكيخليهمش يكملوا الاستمرارية في القراءة يعني ملي كيولفوا على شي حاجة ما يقدروش يكملوا في قرايتهم يعني كيضر يعني المصلحه ديال المجتمع لان ديك الطلبه هما اللي غادي يكونوا في المجتمع ديالنا في المستقبل يعني هما العمد عليهم يعني هذا الموضوع ديال الشيشه من الاحسن ما يكونش ومن ناحيه ديال الشرطه يعني ما كتعملش الشغل ديالها كامل حيت كلا مشيتي لقهوه شيشه ما كتجبرش تما يعني كتجبر القاصر عنده 15 عام 14 عام وكتعاطى الشيشه يعني على الاقل اللي يدخل لقهوه شيشه واخا هي صراحه ماشي مزيانه على الاقل يكون يعني راشد 18 عام للفوق باش يعني ما نكونوش كنضروا المجتمع ديالنا. بالنسبه للمقاهي ديال الشيشه فهي عرفت واحد الاقبال كبير مؤخرا ولكن من طرف الشباب اللي هما في السن ديال المراهقه وهذا امر خطير جدا اللي كيشكل خطوره على صحه الشباب وما الى ذلك وايضا كيسبب واحد الازعاج بالنسبه للسكينه ولهذا فانا بتاتا لا تعطى لهذا النوع من المخدرات ما كاينش احسن نقول للشباب ما كاينش احسن من لاصال والجيم. وهادشي اللي كاين انا صراحه الشيشه ما عنديش معاها وما كيعجبنيش اصلا نجلس قهوه الشيشه لان الشيشه مضره وكنصح بها الشبان والشباب كنقول لهم الشيشه خليكم بعيدين عليها انا سبق لي قيستها ولكن ما عجبتنيش كنصحهم اللي ما يشيشوش يعني الشيشه مضره بزاف كنلاحظوا المقاهي ديال الشيشه خصوصا هنا في مدن كبار كاين بزاف ديال الضغط عليهم ناس كالدار كيف ما كنشوفوا عرفتي شنو كيوقع خصوصا في الليل بزاف ديال الحوايج انا تحدى اي واحد غير في 4:30 ديال الليل بعد ما كيمشيو كتلقى حتى والغريب في الامر هما المراهقات فهمتي يعني كتلقى يعني بنت عندها 16 عام 14 عام داخله القهوه ديال الشيشه بزاف ديال الحوايج فين هما المسؤولين على هذا الشيء هذا ما نعرف فين بغاو يوصلوا بهذا الشيء ما نعرف الغريب في الامر هو ان القهاوي ديال الشيشه ما بقوش كيشكلوا واحد العائق يعني الناس ولات كتستغل دابا ديور هنا في طنجه نهضروا على هنا في طنجه هنا في طنجه كاينين بزاف ديال الاحياء لا داعي لذكر الاسماء مي كيكريو الناس انا نعطيك نديك دابا القهوه الشيشه احسن من هذه اللي في المدينه فهمتي كيكري كيعيش مع العائله ديالو صاحبته بخير اليز احسن من هذا الشيء هذا يعني حتى القهوي ديال الشيشه ما نضيفش نهضوا خصها هذه تحيد من الجدار الناس خدام بزاف ديال الحوايج انها تعطى والاكستا وي شكون كيستعملها انا كنظن 75% بنات اكثر من الدراري يعني صراحه الله هذا الشيء بيزار انا ضد هذا القهاوي ديال الشيشه ما قهوه الشيشه حيت كتشكل الخطر على البنات كاملين يعني في تقدر تعرض للخطر وبزاف ديال الحاجات كنوجدوا فيهم الممنوعات يعني كتشكل واحد الخطر كبير يعني كنصح الناس ما يبقى هاد المقاهي ما تبقاش فوت لا تكون هاد المقاهي ديال الشيشه تكون شي حاجه اخرى فين يجبروا البنات والدراري كاملين والشباب يتلاو فيها ما تبقاش غير مقاهي الشيشه
حتىش غير مضره. هاد مقاهي الشيشه المستثمرين ديالها كاينه خارج المغرب فحال دول الخليج واوروبا، وهادشي ضد كرزي الشباب اليافعين فحالنا. في الحقيقه هاد الايام تكثروا، وهي في الاول كانت يعني الناس كاملين كانوا كيدخلوا لها في الاول، لكن دابا رجعت يعني كيتباع وكيتشرى فيها بزاف د الحوايج ماشي هما هذوك، لذلك انا ماشي محبين ديالها في الحقيقه. كنشوفوا مقاهي ديال الشيشه في طنجه يعني كتشكل مشكل كبير بالنسبه للساكنه ديال الناس ديال طنجه. يعني لا بليبار ديال الناس ولاو كيمشيو لهاد في الطريق هادي، وما كرهناش يعني لا تحيدوا. الامن ما كيدخلوش القهوه ديال الشيشه بتاتا، يعني ولات عندنا شي حاجه اللي هي نورمال في البلاد.